محور المقاومة بأكمله اليوم يقف أمام يعني جبهة من المجرمين وجبهة من المتمردين على الإرادة الدولية وإرادة المجتمع الدولي. نعم. تعلمون اليوم الكيان المؤقت الغاصب حتى في موضوعة القرارات الأممية التي تم اتخاذها بالإجماع داخل الأروقة الدولية، اليوم الكيان المؤقت تمرد على الإرادة الدولية من خلال عدم خضوعه وعدم قبوله لهذه القرارات الأممية التي أقرت بضرورة إقامة دولة فلسطينية، ضرورة يعني كف الانتهاكات للشعب الفلسطيني خصوصا فيما يتعلق عن الواقع الإنساني وواقع المرأة والطفل، فضلا عن مشروعية حتى حق المقاومة. اليوم بصراحة يعني نحتاج إلى إعادة توضيح المفاهيم لمجتمعاتنا المختلفة. اليوم قد ما يراد من قوى الاستكبار العالمي من خلال أدواتهم وحربهم الناعمة التي يريدون منها بث أفكارهم وبث سمومهم إلى مجتمعاتنا، اليوم يجب على مجتمعنا كذلك أن يتسلح بأفكار ومفاهيم حقيقية. اليوم عندما نأتي لنفسر ما هي مشروعية المقاومة بموجب المعاهدات والمواثيق الدولية، عندما نأتي لنحلل هذا الموضوع نأتي لنرى أن المقاومة هي عندما نفسر أدواتها هي تكتسب الحصانة الدولية وتكتسب المشروعية الدولية انطلاقا من مبدأ حق تقرير المصير. نعم. الذي أقرته الأمم المتحدة والشرائع والسنن الدولية. اليوم مقاومتنا هي مقاومة حقة تتبنى مشروع الدفاع عن الأوطان وعن الأعراض وعن النساء وعن الأطفال، فضلا عن المجتمع بأكمله.